الحقيقة النجاح هذا في السنة هذه بالذات للأمانة، عشان بس لا نبيع بس احنا احنا كشعراءكم ملحنين واللي غنوا للأمانة، يعني المدرسات او المشرفات او المدربات، الجرافيك اللي كان موجود أكيد. الحقيقة الجرافيك كان اللي كان موجود داخل مسرح قوي، كان شيء خيال. عيل الحين بنشوف عندنا فيديو بنشوفه ايه. ونشوف التصريح اللي انت قلت عنه الحين. حلوهم صراحة. كلمنا عن هذا الأوبريت. إيه. شلون؟ كلمنا عنه. الأوبريت للأمانة طبعًا إحنا في الأوبريت يعني الحقيقة يعني يخطط له ترى من زمان، مو بيوم وليلة يخطط له، وتعال نكتب وباصات لأن نغير الفكرة زين إلى أن نستقر تمامًا على الكلمة، وبعدين إلى أن نستقر على اللحن، وهذا طبعا بإشراف طبعا الأستاذ عبد الله القعود في النهاية، وأيضا الشيخ أمثال الأحمد للأمانة يعني أيضا إشراف العام الكبير، إلى أن نصل إلى هذه النتيجة، النتيجة اللوحة النهائية بالضبط، إلى أن نوصل إلى يعني وهذا شوف يعني بالذات الأوبريت هذا يعني يمكن الجديد فيه أنه دخل نبيل شعيل في اللوحة الختامية وعطاها جام خاص طبعا صح حقيقة يعني اللوحة الختامية عجيبة صح زين. أنا طبعا هذه قضيتي إلى جانب طبعا اللوحة الثانية، لكن هذه بالذات يعني حبيت أحطها لأن أبي أقول الطفل، ويمكن عشان كذي اللجنة اختاروني في يمكن زين مهرجان الطفل. الطفل أنا عندي بالنسبة لي مهم جدا، أنا وايد أركز على الطفل، يمكن كانت يمكن كان شغلي سابق اي يمكن أنا كأحب اليهال، أنا أحب الياسج زين. دائما أحاول أركز في كل أوبريت وخلاص عرفوا يبقى أنا بغني على الطفل الشيخ أمثال أحمد شرقاوي كلمة شرقاوي زين يمكن ارتبط يعني، فأنا كنت أستانس إنه يكون إنه لي شيء يعني إلى جانب لوحة طبعا حق الكبار في لوحة حق الطفل. هذا الأوبريت تميز في الجرافيك وفي الأزياء، تداخل الجرافيك مع الأزياء نفسها كان الحقيقة المنظر إنتاج ضخم جميل خيالي. اليوم لما تنتهون من عمل مثل هذا، عمل ضخم جدا ويكم تكريم من صاحب السمو الله ولي العهد، أكيد هذا شيء يكون يعني هذا بروحه شكر. لما أشوف بحكي أنت لما تقدم ترى هذه مهم أنك أنت يعني يعني تبدأ شايف الحصاد الأخير أو الأفضل أو القطفة الجميلة، أنك أنت تتسلم لأنها فرصة متى تسلم على صاحب السمو وولي العهد الله يحفظهم الله. ففرصة من خلال هذا الأوبريت للأمانة أنك أنت تسلم وتسمع كلمة حلوة طالب، والله ما أبالغ والله ما أبالغ بالاسم
يكلمك بالاسم أحمد، هذا الكتاب الاسم إيه والله أحمد يعطيك العافية، خش شغل ونستونا كذا. بالنسبة لي أنا بالنسبة لي يعني وجه لي كلمة، لأن أنا العام ما حضرت، صدقي مشارك لكن ما حضرت بسبب الظروف الصحية. كنت في لندن أجري عملية، قال لي ها شلونك الحين؟ يذكر يعني تبارك الله، لأن ما كنت موجود. أنا متعلم كل سنة أحضر وأسلم عليه، فحلو لما يفقدك بالضبط لما تتكلم. يعني الأمانة يعني فوجئت، فلذاك حتى باين يمكن في الصورة للأسف مو موجودة، إن أنا رديت عليه مرة ثانية إنه يعني أبي أسمع شنو قال. بالضبط الأمانة. فبالتالي يعني لما تلقى هذه الكلمات هذا اللي يشجعك تستمر وتعد وكذا. أكيد نحتاجها إحنا ترى، فنان يحتاج طالب أكيد. أكيد.